السحر والجمال والعشق والأصالة موجودين هنا في مصر، عشان كده من خلال كاميرتنا بنجوب كل الأماكن السياحية ونتعرف عليها، لكن كمان أجمل الأماكن السياحية مش موجودة غير في مصر. احنا النهاردة قررنا نروح العين السخنة وبالتحديد مدينة الجلالة، هذا المنتجع السياحي اللي بمقاييس عالمية، هنتعرف عليه أكتر ودنيا السياحة، فتابعونا. غنية بأماكن سياحية متميزة وفريدة، لكن كمان إقامة المنتجعات السياحية في أماكن مختلفة بالتأكيد ده قوة سياحية هامة جدا. احنا بنتكلم النهاردة عن منتجع متميز جدا فيه عناصر سياحية عالمية، هو منتجع الجلالة. ازاي مدينة الجلالة فعلا بتتأهل انها تكون من اهم الاماكن السياحية على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس، وايه كم الانشاءات اللي اقامتها الدولة فيها، ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا مع المهندس خالد جمال وهو مسؤول عن احد المشروعات في مدينة الجلالة. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بكم جدا، وبنرحب بحضرتكم جميعا في مدينة الجلالة العالمية زي ما حضرتك قلتي. فعلا من ارتفاع 950 متر فوق سطح البحر، تجربة ساحرة لأي حد بيجي لأول مرة بيبقى مبسوط جدا مندهش جدا ومش مصدق اللي شايفه، وده يمكن رد فعل بنحب نشوفه قوي على وجوه الناس الجديدة لأول مرة بتيجي، لأنه محدش بيصدق إنه زي حاجة زي كده في أرض مصر. لأ فعلا الجلالة مدينة عالمية فعلا. بنبدأ طبعا الرحلة الغريبة والجميلة جدا بالنسبة لأي حد سايح، ممكن عن طريق مرسى اليكوت في المنتجع الساحلي تحت على البحر. في فندقين، فندق جبلي وفندق ساحلي، وفي مرسى اليكوت تقريبا في ارتفاع قد ايه؟ تقريبا 950 متر في سطح البحر. دي اكسبيرينس حلو قوي كمان بالنسبه للحد جاي من طالعين بتريفريك يعني اكيد بالظبط. دي نقطه تانية مهمه قوي، ان اي شخص هيجي من تحت ممكن يطلع المنتجع الجلاله الجبلي فوق عن طريق تريفريك، وهو اطول تريفريك في الشرق الاوسط حاليا بطول مسافه كبيره جدا. فعلا انا ركبت تريفريك في مصر قبل كده بس ما كانتش المسافه، ده فرق منسوب 800 متر ومسافه 4 كيلومتر ونص، فهي تجربه اكسبيرينس جميله جدا متعه ما بتخلصش. كمان بعد التريفريك مثلا الكورنيش الجلالة الجبل عندنا بطول 6 كيلو متر ونص في قلب الجبل، وهو كورنيش مميز جدا لان الناس دايما بتحب كورنيش فيها بحر، فلا عندنا هنا كورنيش بيدخلنا فعلا في قلب الجبل. تجربه ساحره جدا مختلفه جدا لاي حد موجود. كمان المتعه ما بتخلصش لانه عندنا مطاعم متنوعه جدا من بين مطعمين كبار وست مطاعم تيكاوي صغيره، عندنا مسجد كمان في المنتجع الساحلي الجبلي، عندنا في جامعه الجلاله الحمد لله شغاله بقى لها سنتين، عندنا كمان الداون تاون وهو اكبر تجمع داون تاون مولات في الشرق الاوسط، 41 مبنى مولات جنب بعض. عندنا 3 ريزورتس خلصانين بالكامل، ريزورت 5 وريزورت 6 وريزورت 7، بيتنوع ما بين الشاليهات وما بين الفيلا الصغيره الاي كلاس وما بين الفيلا الاكبر شويه. ايا كان اللي تتخيلوه ممكن يحصل في الجلاله، ده اللي حابين نقوله وده اللي حابين نشوفه في عيون كل الناس اللي موجوده اللي بتتفاجئ جدا وبتستغرب جدا وبتسال ازاي نفذتوا ده. لا نقدر ننفذ ده ونقدر ننفذ احسن. وفي وقت قد ايه المشروع؟ احنا بدانا مثلا نص 2016 في عين تقريبا 4 سنين ونص 5 سنين، وده وقت قصير جدا. 5 سنين بتشقوا قلب الجبل زي ما حرفيا حرفيا قلب الجبل. يمكن حتكون انت جايين عديتوا على طريق الجلاله كمان، الانجاز عظيم جدا بيضاف لانجازات الهندسيه كمان. جبل بيتشق والطريق والناس بتمشي، ف سحر فعلا الجلاله سحر ده حقيقي. يعني كل اللي قابلتهم منهم ناس ركبوا تريفريك على مستوى اوروبا وعلى مستوى دول عربيه زي لبنان، ده متميز جدا وفعلا بذل مجهود عشان تقدم هذه الوسائل السياحيه بطريقه ده حقيقي جدا زي ما حضرتك قلتي ان هو مختلف، لانه مش بس تجربه واحده، هو حضرتك اللي بيجي سواء في البحر تحت بالفيو بتاع البحر الاحمر وبعدين التريفريك وبعدين كورنيش الجلاله الجبلي اللي ماشي في قلب الجبل، فهو فعلا السائح او ايا كان المصري اللي بيجي مش بيصدق كم الاكسبيرينسز اللي هو ممكن يمر بيها واللي جديده تماما على اي حد سواء في مصر او بره مصر. احنا بنشوف مصر بشكل جديد تماما، بنقدم مصر على الخريطه العالميه للسياحه بشكل مختلف تماما، وبنقول للناس كلها تعالوا اتفرجوا يعني شوفوا مصر ممكن تقدم ايه، في كنوز مستخبيه في مصر. يعني لو هنتكلم عن منتجع الجلاله بجانب ان هو يعني طبعا احنا مش واقفين قدام البحر، لكن هنروح نعمل تاني لقاءات قدام البحر والجبل والاماكن الجميله، لكن احنا اخترنا هنا لان هنا في صناعه للسياحه الترفيهيه متميزه جدا. انا عايزه اسالك ايه يعني الاشياء او الادوات الترفيهيه اللي بتقدم هنا مش بتقدم في اي مكان اخر في مصر؟ يمكن ده برضو من الحاجات المميزه قوي في الجلاله انه في تجارب جديده جدا لاول مره بيتم في مصر. المكان اللي احنا واقفين فيه هي لعبه فريده من نوعها لاول احنا مره احنا واقفين قدامها بالظبط، احنا واقفين قدامها لاول مره، هي لعبه الزيب لاين
هي عباره عن ثلاث العاب عندنا في المكان: الزيب لاين والروب كورس والادفنتشر تاور. يمكن ظاهر ورانا دلوقتي في الخلفيه. روب كورس عباره عن 12 عمود، الشخص ممكن بيقدر يجي يلعب في مستوى ليفل للبيجنرز ومستوى للمتقدمين شويه. وبعدين عندنا الزيب لاين هو اطول ترفيهيه رياضيه، ترفيهيه رياضيه خطيره شويه كمان، بس مش خطر، خطيره بس مش مؤمنة. طبعا سيفتي 100% سسبنس، مغامره يعني بالزبط. روح المغامره اللي بيحب روح المغامره، زي تسلق الجبال، زي السفاري، زي التريفريك، ما هو في مغامره بالظبط. يمكن هي المغامره كمان اعنف شويه او اشد شويه من التريفريك، لانه احنا عندنا مثلا المسافه ما بين العميده وبعضها في الزيب لاين معديه 300 متر. دي تجربه فريده جدا من نوعها، مختلفه جدا من نوعها، الاول مره في مصر، وان شاء الله تتكرر تاني في اماكن تانية. ايه بقى اللي بيحصل يعني؟ اشرح للجمهور مثلا اول لعبه الروب كورس، بنبدا الشخص اللي بيجرب اللعبه انه بيطلع على السلم وبيعدي على 12 لعبه مختلفين باختلاف صعوباتهم، باختلاف طريقه لعبهم، مؤمن بالكامل طبعا سيفتي، يخلص اللعبه ويرجع تاني من على السلم التاني. ممكن عندنا الادفنتشر تاور في وجهين للتسلق ووجه للفري فول او النط الحر بالبانجي روب، ودي اكسبيرينس حلو قوي. التجربه الاهم بالنسبه لي والممتعه جدا جدا بالنسبه لي الزيب لاين، مسافه 300 متر ما بين جبلين، فرق منسوب تحت 300 متر، فهي بتبقى ممتعه جدا، ادرينالين طبعا وخطيره جدا، ومناسبه جدا لروح الجلاله. كمان الالعاب مناسبه قوي لجو الجلاله والروح الجلاله، فهي تجربه بتضاف للترفيه وبتضاف للبحر وبتضاف لكل حاجه. فالتجارب كتير قوي مختلفه وممتعه جدا، وان شاء الله في اكتر تاني كمان. الجلاله سحر فعلا، بقول تاني. طبعا هي في بدايتها، لكن اكيد لما تزدهر اكتر ويبقى في اقبال اكتر، يعني احنا لسه طبعا مش كله اتفتح يعني بالظبط. لا لسه مش كل الاماكن تم عرضها للبيع ولا كل الاماكن تم عرضها للشغل، بس الحمد لله احنا مخلصين الثلاث ريزورتس، في خمسه تانيين شغالين دلوقتي بالتنسيق مع بعض شركات الاستثمار. ان شاء الله نشوف الجلاله في مكان احسن كتير، ان شاء الله المره الجايه لما تيجوا تنورونا يبقى المكان كله مليان ناس وفي كومبليت. واتمنى ان اي حد في مصر او بره مصر انه يجي فعلا يشوف الانجازات اللي المصريين قادرين يعملوها، ويشوف مصر جديده جدا عليه عمره ما تخيل انه يشوفها قبل كده. ان شاء الله حبينا نيجي هذه الأماكن الواعدة سياحيا عشان فعلا يبقى تمهيد لقدوم الكثير من الأفاق السياحية من الخارج ومن الداخل لهذه المنتجعات السياحية اللي حبينا نحن نكون أول من يتحدث عنه. ده حقيقة، وأنا بكرر تاني الدعوة للمصريين وبرا وغير المصريين، أنه فعلا التجربة اللي هتشوفها هنا مختلفة تماما. النظرة اللي احنا بنشوفها على عيون أي حد بيجي لأول مرة، هو ده بيبقى المكافأة والريورد بتاعنا على كل المجهود اللي تم بذله هنا في الجبل. كل التعب اللي قضيناه هنا بيروح بمجرد ما نشوف الناس هنا مبسوطة مستغربة، ازاي دي مصر؟ احنا ازاي ما كناش شايفين ده قبل كده؟ يمكن هي دي المكافأة بالنسبة لي الأهم بالنسبة لأي حد من الآلاف اللي اشتغلوا هنا في الجلالة، مهندسين وعمال وغيره ومشرفين وكمان ضباط طاقم الإشراف يعني. دي المكافأة بتاعتنا فعلا. الأماكن السياحية في مصر متميزة ومتنوعة، وبالتأكيد في الأجازات المصريين بيحبوا ينزلوا أماكن مختلفة يغيروا جو ويستمتعوا بأجمل الأماكن. إحنا ركبنا التريفريك ووصلنا في هذه المنطقة، بنشوف العين السخنة ومنطقة الجلالة من فوق، منظر رائع. وإنا رحلة مجتمع كتير جدا جايين يشاهدوا الأماكن هنا. أتعرف على حضرتك دكتورة نادية ماهر، عميد سياحة وفنادق جامعة قناة السويس السابق، وعميد معهد الألسن للسياحة. اهلا بحضرتك، وبنتكلم عن الاماكن السياحيه. منتجع الجلاله مدينه سياحيه على يعني مقاييس عالميه، لكن كمان التريفريك والاماكن هنا ممتعه. يعني ليه حضرتك اللي اخترت تيجي؟ والله انا مش عشان السياحه، هي في دمي حب مصر، مش عشان التخصص كمان. فانا دايما لازم كل حاجه اولادي واحفادي اخدهم نروح مني، انا بستفيد حتى في محاضراتي، حتى في افكاري بكون معاصره المناطق الجديده. وبعدين هي المنطقه بصراحه يعني انا بحيي القياده السياسيه على هذا الذكاء. المنطقه فعلا كان لازم من المناطق اللي هي تبقى الجديده الواعده. احنا في مصر الحمد لله عندنا مقومات عديده للسياحه، وعندنا المنتج السياحي متنوع، يعني في فرايتي. احنا ممكن نلاقي دولة كاملة من الدول الأوروبية اللي هي بيقولوا هنروح كذا في الصيف في كذا، دي فيها مقوم واحد من المقومات اللي عندنا. احنا عندك كله سياحة أثرية، عندك سياحة الجبال، المنظر من هنا رائع. عارفة حضرتك الجبال دي يتعمل لها سياحة خاصة، نمط خاص، سياحة المغامرات، ماشي صح. الله، كل حاجة في بلدنا هي مقوم سياحي، لأن دي هبة من ربنا. أنا لما بقول القيادة السياسية بيتصوروا أن أنا يعني إيه يعني عشان الرئيس وكده، لكن لا، أنا بقول له في كل لقاءاتي التلفزيونية بقول له شابوه يا رئيس، شابوه يا رئيسنا، لسبب حضرتك الرئيس اللي عمل الدعاية أن أنا أجي هنا النهاردة في الأوتيل. الصبح كانوا النص اللي قاعدين في الفطار، وأنا طبعا لازم أقيم ده عشان دراساتنا وأبقى فاهمة الصورة، كلهم من العرب والخليج. هو اللي عمل ده، هو اللي عمل ده بدعايته، بإنشاؤه، بالجامعة. أول فكر ذكي لأي مكان عايزة تحيي إنشاؤه اعملي جامعة فيه.
معنى وجود جامعة ده معناها ان انا بقول الدراسة، شفتي حضرتك لما انقل انطباع عن مكان من خلال الكلمة المنطوقة، الكلمة المنطوقة دي اهم وسيلة للنقل المعلومة للتسويق لان ليها مصداقية، يبقى ما عنديش ازمة، يبقى ما عندي وسائل كتير للنقل، عندي وسائل كتير تعبر ان مصر امنه، ان مصر ما فيهاش ارهاب، ان مصر كويسه، ان مصر عايشه اللهم لك الحمد والشكر، ما عندناش دمار فيها ولا حروب ولا ولما بيجرى عندنا رئيس قوي. المؤتمرات الشبابيه اللي بيعملها حضرتك دي اعلان احنا امنين، شباب العالم كله تقعد معايا يا ريس. كل الفكر ده اللي انا عايزه اقوله ملخصه، استفيدوا براس المال الفكري عشان مصر ترجع زي ما كانت. ومصر ما عمر السياحه في مصر ما ماتت. اجمل صوره خدتيها النهارده كانت ايه؟ انا احترت اخد ايه ولا ايه؟ احترت اخد ازاي تحيه لكل واحد مصري مش اجنبي، اللي شقوا الطرق دي مصريين، تحيه لكل واحد. تخيلي حضرتك الجبل كله طرق ومسارات ممهده وتلفريك ومنتجات سياحيه، لما تكتر الناس سواء سياحه داخليه او دوليه كل ده بقى بيشتغل. احنا مستمتعين، اولادي مستمتعين، الجو احكي ايه على الجو؟ انا عايزه اقول مش دعايه، ندمان اللي ما يحجزش ويبتدي يجي العين السخنه، الجو رائع، كل حاجه رائعه. في دنيا السياحة دايما بناخدكم في مدن سياحية ومناطق سياحية جميلة ومتنوعة. النهاردة احنا في منتجع الجلالة، عايزين نعرف الرأي الأكاديمي في هذا المنتجع وقيمته السياحية من خلال لقائنا مع دكتور سوزان عبد الرسول، وهي أستاذ مساعد في كلية سياحة فنادق. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بك. أهلا. يعني الرأي الأكاديمي في هذا المكان يهمنا طبعا، أن يعني تقييم الأماكن السياحية الفنادق ده مهم لجذب السياح. حضرتك كلميني الأول عن رأيك في المنتجع. والله أنا سعدت جدا بوجودي في المكان، المكان جميل ذو طبيعة ساحلية خلابة. إزاي إن هم يقدروا يعملوا مكان مدينة جديدة في وسط الجبال؟ الطبيعة فعلا جميلة جدا، والفنادق هنا فيها ميزة تنافسية مش موجودة في أي حتة خالص في العالم. احنا عندنا يعني جبال وعندنا عندنا شواطئ بحر وعندنا، فالسائح ممكن لما يجي يغير جو يستمتع بالجو المناخ المعتدل طول السنه، زائد ان هو ممكن يمارس بعض الانشطه الترفيهيه والرياضات زي رياضه الصيد ورياضه الباراسيلينج، وممكن كمان يركب التلفريك. التلفريك جميل جدا جدا. المناظر الخلابه اللي عندنا واعتدال الجو يخلينا في مقدمه صفوه الدول اللي هي بتنادي بنوع من السياحه دي، السياحه اللي بتستمر طول العام. جميل جدا. حضرتك رئيس قسم الفندقة. أيوة تمام. طيب جميل. يعني في أحد المؤسسات الأكاديمية وكرئيس قسم الفندقة، تقييم الفنادق هنا، وأنا عرفت أن حضرتك مقيمة هنا يعني لفترة معينة. أيوة فعلا، أنا هنا في زيارة للمكان. الحقيقة الفنادق يعني أنا بهرت بيها، المستوى حديثة جدا جدا. الفنادق الخمس نجوم فيها تقنيات كتيرة قوي يعني في جميلة وحديثة، والمبنى نفسه متصمم بحيث كمان يواكب الطبيعة نفسها. يعني أنا ممكن لما عيني تبقى موجودة في المكان ما استغربش مكان الفندق، على أساس الديزاين بتاعه من برة جميل قوي مناسب للمكان في وسط الجبال، فأنا بحس أنه زي ما يكون متوائم مع الطبيعة كلها، فبالتالي مش يعني منظره جميل قوي يعني خلاب. حضرتك يعني بجانب البوزيشن الأكاديمي حضرتك كاتبة، يعني لو حبيتي تعبري، واحنا بنتكلم عن ان التسويق مهم جدا للترويج للسياحة او التسويق للسياحة في مصر، يعني هو حجر زاوية في دعم السياحة، ممكن تكتبي، لو هتكتبي مقالة عن منتجع الجلالة هتقولي ايه؟ يعني باختصار قولي لي ايه جمل الرنانة اللي اول ما تبتدي تمسكي القلم تخطر ببالك؟ تخطر ببالي انت ممكن تيجي منتجع الجلالة تستعيد طاقتك الإيجابية، تستعيد نشاطك من اول وجديد، لان المكان نظيف جدا وخالي من التلوث تماما، ومكان صحي ونقي وجو معتدل طول السنة. المكان ألهمك بحاجة معينة عن الأماكن السياحية او المكان السياحي هنا؟ فعلا طبعا البحر في حد ذاته ملهم، يعني ربنا خلقه ملهم الإنسان في كل حاجة. فأنا أصلا من اسكندرية فبحب البحر جدا، ومصر مصر يعني من حسن حظنا إحنا مصريين مصر فيها يعني أجمل بحرين في العالم، البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. فأنا جيت شفت لقيت بحر أحمر حلو برضو زي البحر الأبيض، ما فيش اختلاف بس المناظر مختلفة، فاختلاف ألوان وبرضو أزرق عشان الشعاب المرجانية الحمراء. بس يعني فافتكرت القصيدة اللي كنت كتبها فأحب أقولها. Thank you.
بيحصل بترجع بريء، وبعد العواصف بتهدى تروق وتجري تقابل شطك بشوق، واجيلك اقولك ينفع تغرق اماني الاحبه لبعض الغريب، وانت اللي كنت ليهم صديق ياريت نبقى زيك جري، وموجك بتعلن لكل الوجود انك هتقدر تهد الجمود، ولا حد يأمن لغدرك حدود، لكني بحبك برغم الصدود، لأنك يا بحر حكاية خلود. عشنا معاكم يوم داخل منتجع الجلالة، تعرفنا على كم الإنشاءات اللي موجود هنا، قد إيه في وسائل ترفيهية جميلة ومتميزة موجودة في منتجع الجلالة، والناس ممكن تستمتع بيها. فعلا مكان واعد جدا، بنوعدكم إن إحنا هناخدكم أماكن تانية متميزة، وخاصة النهاردة كنا في العين السخنة. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. إلى اللقاء وحلقة جديدة ودنيا السياحة.